تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصلي ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلا من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش سوري، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. انا يعني مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا ناسها عارف لو لابس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. أيوة فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا، شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. شفتي؟ الكنز، كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده؟ هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم، مش انتوا سوسو لولو؟ لا، عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. ار يو جوكينج جايز؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين ولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه طبعا، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ لان انا لسه خارج من الحمام، وبصراحه انا يعني فطران عجه وشكشوكه. طب ايه المشكله؟ لا مشكله، هو عجه دي يعني بيجيب عجينه طعميه بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض
ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسة زيتها قديم كده اسود. الشكشوكة بقى بيض بصلصة. ايوه صح؟ خلاص وفلفل. خلاص نمشي احسن. نمشي. لا 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 استنى هو يقدر يمشي، انت هتستني معانا شوية. ليه؟ لان انت معكيش بطاقة ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجيلك اكني لسه جاي اضمنها عادي مفيش حاجة. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا مش قادرة. I wanna pee. مش قادرة خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيتلك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فسعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري وتلهت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى، انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دوب رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا 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 انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا عيني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه أنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه. طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي، شك شك مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ والله ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكله دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكله انك تكلميه؟ المشكله انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل اللي بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها؟ أصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. ايه ده يا ابو الرجال؟ هو انا ينفع امتنع عن الاجابة طيب؟ هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص.
طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي. تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ اه طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه وبعدين. ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. اه لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر ده غير